مرحبا، أنا اسمي الدكتور عيسى حداد، أنا خريج كلية الطب والجراحة العامة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. تابعت الدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية وتخصصت بتخصص جديد في العناية الصحية وهو البدانة والأمراض المرتبطة بها والحركة الإنسانية. كان لي شرف الخدمة العسكرية في الخدمات الطبية الملكية، وقد أنهيت خدماتي برتبة ملازم أول طبيب صحة. أنا عضو بعد مجموعة من الجمعيات المحلية والعالمية، أهمها بالنسبة لي الجمعية الأردنية للعناية بمرضى السكري. حاليا عم بتابع دراستي مع هيئة ميدسكيب التعليمية للغدد الصماء والسكري للحصول على بورد في مرض السكري. في عام 2009 بفضل الله طبعا أنشأت عيادتي The Fitness Clinic على غرار المراكز العالمية المتخصصة لعلاج أمراض السمنة السريرية والأمراض المرتبطة بها طبعا، مثل السكري بأنواعه، أمراض ارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين، والمشاكل الهرمونية المختلفة المرتبطة بالبدانة. هذا المركز أيضا يعنى حتى بالأشخاص الأصحاء الذين يسعوا للحصول على أفضل العناية الطبية والرياضية.